وصلنا بنتي. حضرة المساعد، أنا اللي لقيتها ودغري اتصلت فيكم لهون. إن شاء الله تلاقوا لها الوطي وتحبسوه وتعاقبوه، ما لازم تتركوه، ضيع مستقبلها الحقير. بتعرفي شو اسمه؟ ما حكيت أي شيء، حتى اسمها ما عم تحسن تقوله المسكينة، كأنه لسانها مربوط. إمتى لقيتوها وين بالضبط؟ طلعت الصبح على الموتور لأجمع شوية أعشاب، مثل ما بتعرف أنا حكيمة الضيعة، وأنا عم بمشي على الشط فجأة شفتها للبنت. كانت متسطحة على الأرض وما أنا حاسة على أي شيء. أكيد هذا حيوان، مستحيل يكون إنسان اللي يعملها. حيوان والله. تعي على المكتب لناخد إفادتك، وبتحكي لي بالضبط شو اللي صار. اهدي، انت هون بأمان. اهدي، خلينا نعينك، بدنا نطمن انك منيحة ولا لا. وين الطبيبة النسائية؟ هلأ جاية دكتور. اهدي اهدي، برافو عليك، استرخي، رخي جسمك. فاطمة، هادي الطابة مصطفى قلها تعطيني اياها. يلا فاطمة هاديها. هلا بمسكها كلها. ميسر شلونك؟ لسه ما رجعت؟ لسه ما بينت مصطفى. دورتوا عليها منيح؟ وين بتكون يعني؟ لما عم يدور. ها ليكو رجع، شو صار معه؟ كأنه ما لقاها. يعني وين راحت؟ دورت منيح؟ سألت الست زاهدة وكل الصيادين ما حدا شافها، اختفت اختفت. ألو ألو ست ميسر. مصطفى البنت اختفت. بجوز استخبت لحتى ما تساعدني. الله يعلم وين بتكون هلا. بس هي متعودة تخبرني، بجوز انتي مزعلتيها لهيك هربت من البيت. ايه لا هيك بزعل منك مصطفى. ليش شوفي بيني وبينها؟ ابصر شو عم تحكي لك. يمكن سمعانتك وانتي عم تحكي لك شي كلمه عنا. قلت لك طلعت قبل الفجر وكانت مستعجله وعم تركض، قالت لي رايحه تشوفك. مو معقول تكون زعلت مني. ما حكيتها شي. وينها لكان؟ ما بعرف، رحت على الشط سالت كل الصيادين، اختفت اختفت اختفت. اطمن لا تخاف، اكيد رح ترجع على البيت. كمان انتي طلعي دوري عليها. يا حبيبي بدي اترك شغلي وروح دور على الخانو. شو مفكرني فاضيه يعني؟ الله يعينك على هالبنت يا مصطفى، مستحيل تحسن تفتح بيت. بترجاكي دوري عليها وخبريني شو بيصير معك. طيب ماشي، وانا برجع بتصل فيكي. اي طيب. مصطفى شو صاير؟ فاطمة طلعت طلعت تتوداني وهلا ما رجعت على البيت. وين بدها تكون؟ وينها؟ انت ما عرفت تلاقيها؟ متأكد انك دورت منيح؟ ايه دورت، رحت على الشط وسألت الصيادين ما حدا شافها. عمتي ضاعت امي؟ شو فكرك انت ابني؟ اللي بدور على حل شعره معلوم بيصير فيه هيك. اللي دورت بالسوق؟ بلكي راحت لهنيك. لا ما دورت بالسوق،
أنا رحت على الشط وسألت الصيادين ما حدا شافها. لمعي صرت قايل لي هالحكي 100 مرة، روح دور عليها بالسوق. يلا لا تطلع هيك، والله مليت منكم ومن مشاكلكم. يلا تحرك، الزلمة قلقان عليها صرعني تليفونات. وين عمتي؟ لا جيب لي سيرتها، كمل أكلك. وزعوا من هي على كل المعازيم بخطبة ابن رشاد بيك. يعني هي كانت واحدة من المعازيم؟ ما بظن من المعازيم، الله أعلم. يعني بجوز تكون واحدة من خدم الفيلا؟ والله بجوز تكون عم تشتغل عنده. روح يا ابني لعند بيت رشدان بيك واسأل عنها هنيك، بلكي منقدر نعرف مين بتكون هالبنت ومين أهلها. أمرك سيدي، اسمح لي. وبعت لي واحد من العناصر لهون قبل ما تروح. حاضر سيدي. نحن مضطرين ناخذك معنا حكيمة، لأنه رايحين نعاين مكان الحادث. حتى لو كنت قلت لي روحي ما بروح، لازم اطمن عليها، شلون بتركها وحدة هون؟ بجوز نقدر نساعده، بتعرفوا للمجرم بدكم شو. فائد دكتور؟ لا، البنت تعرضت لصدمة كتير كبيرة. يعني ما فينا ناخد افادتها؟ لا ما فيك هلا، انا اعطيتها مهدئ. نحن عملنا كل شيء بنقدر عليه، وصلت الطبيبة النسائية، بعد ما تفحصها رح نكتب تقرير عن كل شيء صار معها بالتفصيل. لازم نعرف مين اهلها للبنت لنخبره. الله يعينوا المساكين.